أنا ولا عرفات معاقين سؤال حضرتك جابوا لنا 1800 درجة تمام. في ناس جديدة دخلت 213 واحد عايزين يدخلون في المسابقة، واحنا مقدمين النهاردة لنا 4-5 شهور ومستنين المسابقات، ونزلنا جبنا 1800 دول من القاهرة من التنظيم والإدارة، يبقى من حق الناس دي تدخل ولا تدخل في مسابقة جديدة؟ دي المشكله اللي هم عايزين يدخلوا ال 213 دول معانا واحنا رافضين، لان دول معاقين برضه. معاقين ومعلش يعني احنا خلينا نتكلم بصراحه، الناس دي ما معاهمش شهاده تاهيل، في ناس مقدمه بصوره البطاقه بس، واخد البال حضرتك؟ الناس دي عايزه تدخل اجباري وسط ال 1800 تمام، واحنا عايزين ال 1800 من المسابقه، واحنا معانا ايصالات المسابقه وبارقام، واخد البالك؟ واللي معاه الايصال يا اخواننا يطلعوا اللي معاه الايصال. اقول له بالنسبه للمؤهلات العليا قال لي ما اعرفش اي حاجه، ده ايصال المسابقه. واحنا طالبين حضرتك، طالبين ال 1800 يجوا من المسابقه اللي احنا قدمنا فيها وبارقام، انا رقمي 61 في المسابقه. كل اللي معاه ايصالات يطلعها، احنا طالبين ال 1800 معاق، 1800 درجه من الناس اللي قدمت من المسابقه بس، اي حد من بره ما يدخلش. يدخل في اعلان جديد، دي مشكلتنا، اللي عايز يدخل في اعلان جديد بعد ال 1800 درجه بس.